يسعد صباحكم مشاهدينا من وين ما كنتوا تتابعونا، واهلا وسهلا بحلقه بدايه الاسبوع من صباح الشرقيه. نتمنى يومكم يكون سعيد ومليء بالاخبار الايجابيه والانجازات، واهم شيء بالمفاجات. اليوم راح نحكي ونشوف اذا انتم تحبون تهدون وتفاجئون الاشخاص اللي تحبوهم، وايضا فقرات اخرى بانتظاركم. ولكن بالبدايه خلينا صباح على زميلي زين. صباح الخير. يسعد صباح الشامل وصباح الخير لكل مشاهدي برنامج صباح الشرقيه. نبلش وياكم فقرات صباح الشرقيه لهذا اليوم، والبدايه مع العنوان. من الاتيكيت ان تفتح الهديه امام الشخص الذي اهداها لك وهو معك، وما اكثر هديه قدمتها وعجبتك؟ هذا هو سؤال استطلاع حلقتنا لليوم. والتغذية العلاجية، طرق جديدة للحد من تفاقم الأمراض والسيطرة عليها، تحدثنا عنها الاختصاصية اختصاصية التغذية رغد الجومرت. لوحات من مدارس فنية مختلفة يشارك بها نخبة من الفنانين التشكيليين في مدينة البصرة. أما في أخبارنا المنوعة لحلقة اليوم، أصغر مطعم في العالم لشخصين فقط في إيطاليا، وقرية إسبانية تحتفل بولادة طفلة لأول مرة منذ 30 سنة. بقية التفاصيل نتعرف عليها بحلقة اليوم. ومن العناوين ننتقل إلى سؤالنا التفاعلي، ما هي أجمل طريقة تقدم بها هدية لمن تحب وتفاجئهم؟ أكيد تقدرون تقولون عن طريق نسخكم لـ QR كود الظاهر أسفل الشاشة اللي راح يأخذكم مباشرة لصفحتنا على الإنستغرام، وتقدرون تقولوا لنا أنتوا شنو هي الطريقة الأنسب اللي أنتوا تفاجئون بها أصدقائكم أحبابكم، وهل هاي الطريقة تعجبهم أو لا. انت شلونك ويا الهدايا؟ تحب تهدي لو ينطوك الهديه؟ من زمان يعني ما اعرف، من كنا صغار اكثر كنا نسوي يعني نحب نستقبل هدايا وننطي هدايا. يعني زين يحب يستقبل هدايا من الاخير. اكيد يعني نفتح باب التبرع بالهدايا. بس الفكره هي انه اكو اشخاص يحبون انه انت تفتحين الهديه قدامهم. صح. اكو اشخاص ممكن ينحرجون. فعلا. بس احنا راح نسمع نشوف انه هل انتم تحبون انه تفتحون الهدايا ام لا، هذا بعد ما نبدي حلقتنا اليوم. يسعد صباحكم مشاهدينا مرة أخرى. الهدية هي من الأشياء اللي يفرح بها الإنسان، مو ضروري تكون قيمتها المادية كبيرة، وإنما أكثر شيء هو قيمتها المعنوية، ويعتبر مثل التقدير أو الدليل على محبة من شخص إلى آخر. والهدايا تقدم بعدة أسباب ومناسبات. أكيد تعمل أو تبقى الهدية هو انت يعني تقدريها، وهل انت راح تفتحيها قدام الشخص اللي اهدى لك اياها او لا، او تنتظرين انه ترجعين للبيت تفتحيها. صحيح. طبعا تختلف هذا الشيء، بس اليوم حبينا نسال الاشخاص اللي قابلناهم باستطلاعنا حلقتنا اليوم، هل انتم تحبون تفتحون الهدايا قدام الاشخاص اللي جابوا لكم اياها، او تفضلون انه ترجعون للبيت ويلا تفتحوها؟ فخلوكم ويا هذا الاستطلاع وراجعين وياكم. هدية لأنه أحب أشوفها وحدي وأتفاجئ بها وحدي، يعني فيعني مو قدامه. وهاي السبب؟ ماكو سبب معين يعني، بس أحب أشوفها وحدي للهدية. شنو أكثر هدية وصلتك تفاجأت؟ تليفون آيفون من أمي، وتفاجأت كلش يعني مرات لا مرات. إذا أكو مجموعة قاعدين وياي في يعني جوز الهدية مو كلش زينة أو يخجل إنه حد يشوفها، في لا. بس إذا وحدنا عادي أفتح قباله وأسوي نفسي كلش حابتها، ويعني هيك يعني هو تفاجأت بها، بس إنه كلش حابتها من أمي.
قلاده وتراتشي ذهب يعني تخم كلش حبيته. لا من يروح الشخص يلا افتحها لان مرات استحي قدامه او الهديه انه اخاف تطلع ما حلوه فما افتحها قدامه دائما من يروح افتحها وحدي. وصل لي تليفون من امي وتفاجات بيه كلش ومعتزه بيه لحد هسه. لا طبعا وجهه نظري يعني اني لا يعني على اعتبار انه الهديه مثلا جايب لي الهديه مو هديه قيمه حتى افتحها قدامه ويتباهى بيها هو واني اتباهى بيها، لربما تكون هديه بسيطه فاكيد من بعد ما يصير الفراق او يروح شيء وافتح الهديه من بعد ما يروح هو يعني الشخص اللي هادي لي اياها افتحها واشوف شنو هي. السبب انه قلت لك حتى اذا كانت الهديه فشي بسيط مو قيم حتى ما اسبب له احراج انه هاي الهديه مو قيمه جبت لي اياها، لربما انا استحق اكثر من هاي الهديه واغلى من هذا الشيء اللي حيجيب لي اياه، فافتحها ورا بعد ما يروح مثلا افتحها ورا حتى شنو؟ ما يصير عنده نوع من الخجل على اعتبار هذه الهديه بسيطه او مو قيمه، هذا سبب ريت. هواي توصلني هدايا اني، بس يعني من الاكيد مرات اكو عالم يعني شلون من ياخذ الهديه افتحها قدامه يعني على مود احسسه بشعور انه شلون يعني اذا كانت هديه بسيطه ما احسسه انه بالخجل افتحها قدامه يعني شلون مرات مجامله حلوه يعني هسه انا ذاك اليوم اجتني هديه من عمتي اللي هي بمقام امي محتفظ بها لحد الان اكثر هديه وصلتني تفاجات بها الساعه كانت من يعني والدي يعني ذاك اليوم بعيد ميلادي هداني اياها الساعه مالتي من والدي بس هسه ملابس هاني طبعا انا دائما افتح الهديه مقابل الشخص يجيب لي اياها عم اعرف اقيم ولا اذا مو قيمه ارجع لي اياها لا ما اقدر يعني ورا والله ما اقول لك يعني تعلمنا هيك من لما كنا صغار هيك علمنا تعلمونا يعني لما الخطار يروحون يلا الشخص اللي يجيبنا الهديه بعدين يعني نفتح الهدايا حتى هسه همينا هيك اني يعني لما يجيبون هدايا بعدين افتحها بس يم الاوروبيين مو هيك لازم قدام لما يجيبون تفتحها وتشوفها اني مرات ما افتح يعني خاف انه الهديه يعني تصير مو حلوه وحلوه بس انا ما احسسه يعني الهديه عوفه وراه وافتح افتح فاتح هدايا قدام الشخص اي نعم فاتح مره واحده فاتح شو السبب انه ما تفتح الهديه قدام الشخص مو يجوز الهديه يعني ضعيف يعني مو قويه فما ارده فشله يعني طبيعيه اي طبعا افتحها اي هديه تجيني افتحها يصير عندي فضول اريد اشوف شنو بداخلها اي يعني اي هواي تجيني هدايا بس لازم افتحها حتى الورود شيء اشتمه قدام العالم عادي يصير عندي فضول اريد اشوف شنو بداخلها يروح الشخص وينتهي الحفله عيد ميلاد مثلا او مناسبه او شيء تنتهي ارجع افتحها وراء مثلا اشوف هي اشوف الهديه مثلا يعني شلون مثلا أنا ما أقدر أفتحها قبالها أخاف يعني مثلا حاجة أعرفها ورا أعرف شنو هي شنو حي شنو أكثر هدية وصلتك محبس من أمي إي لأن أم يعني شنو الهدية تعطيك إياها هي هدية يعني تظل ثمينة لا حتى لا تحرج الشخص المقابلك يعني بعد مغادرته نفتح الهدية ونشوفها يعني مهما كانت اسمها هدية كانت ثمينة أو كانت بسيطة يعني حتى لا تقع بإحراج وتقول له مثلا شنو هاي لا مو خوش هدية أسبب الإحراج فهي هدية من اسمها هدية مهما كانت
إذن المشاهدين رجعنا لكم بعد ما شاهدنا الاستطلاع وشفنا آراء الناس حول الهدايا وشلون يحبون يهدون هدية أو شلون يستقبلوها. هواية شفنا آراء أنه تقول أنه يحبون يفتحون الهدية حتى مثلا يسعدون الشخص المقابل، أو العكس يشوفوها هدية هدية خلاص الواحد حر أنه ممكن يفتحها ويرجع للبيت أو من يغادر الشخص اللي أهدى لها. أنا أشوف الموضوع فعلا يعني صعب مو سهل، ممكن الناس يشوفوه يشيلون هم يعني يقولون أوه عندنا مناسبة لازم نشتري هدية، فالموضوع فعلا راد له شوية تأني، واحد يفكر يخطط صح خصوصا الشخص اللي يهمه أنه يجيب له شيء هم يعجبه وعلى ذوقه ويستفاد منه هم ممكن. أكو ناس لأمتهم يقول خلاص المهم هدية نسوي اللي علينا نقدم. أنا كلش استمتع من أشتري هدية، يعني كلش يهمني تكون هدية لها معنى ومفكرة بيها بحيث الشخص راح يتفاجئ بيها، ومن يتفاجئ بيها أنا كلش أفرح. أنت شلون؟ زين تفاجأت أنا تفاجأت قبل ما أهديك هدية. نقرأ بعض التعليقات اللي يكتبون لنا. مصطفى دا يقول أتكيت الهدية أنه أنتوا تفتحوها بعد ما يروح الشخص. طبعا هي مو يعني أنا اشوف انه سالفه الشخص اذا يحبها من اكو فقره فتح الهدايا بعد العيد ميلاد، اكو اشخاص يسووها صح، فمو هي اتكيت انه بس هو يروح انت تفتحها، يعني تعتمد على الشخص وهو شلون يكون تفضيله. فعلا زين اوافقك الراي، المهم انت تسعد الشخص وتحسس انه انت فرحان بهاي الهديه حتى لو ما فتحتها. اذا مشاهدين ننتقل من الهدايا والمفاجات الى الصحه والتغذيه. طبعا مع تطور وزياده الدراسات حول الاغذيه صار اكو شيء اليوم معتمد الى حد ما على التغذيه العلاجيه، وهذه التغذيه تخضع لها بعض الفئات واللي تكون بحاجه الى نظام غذائي معين ممكن يحد من تفاقم المرض او السيطره عليه. واليوم راح تكلمنا عن هذا الموضوع اختصاصيه التغذيه رغد الجمرت. يسعد صباحك رغد. صباح الخير. صباح الخير. شلونكم رغد؟ تحبين المفاجات لو لا؟ اي طبعا. لو تحبين تفاجئين اكو مثل العراقي يقول انا غنيه واحب الهديه. يعني مهما كان واحد يعني بس الهدايا كلش حلوه. صح يعني. جميل جدا. اليوم خلينا نحكي عن التغذيه العلاجيه، شنو هذا المفهوم وشنو فرق عن التغذيه العاديه؟ تمام. مع تطور العصر والحياه كلها اختلفت، صار عندنا فد امراض اسمها امراض العصر، وصار عندنا امراض اسمها الغير الانتقاليه، يعني مو مثلا معديه، مو هاي امراض مال قبل، خلينا نقول كوليرا، تيفو، السل، هي كانت مثلا بكتيريا، فيروس، هاي الاشياء، لا عندنا هسه امراض الشائعه اللي هي غير الانتقاليه. هاي الامراض مثلا السكري، الضغط، الكوليسترول، امراض القلب، حتى الالزهايمر، هاي الامراض كلها نتيجه فقدان العضو وظيفته، يعني ما يبدي يشتغل بطريقه صح. ليش هذا ما يشتغل بطريقه صح؟ لانه اللي ندخله لجسمنا هو مو صحيح. طبعا عوامل الجينيه اكيد لها دور، بس خلينا نقول 30% جينات، 70% لايف ستايل والتغذيه. من هنا اجى مصطلح التغذيه العلاجيه، شلون اعالج او ارجع هذا العضو الى وظيفته الحقيقيه. زين رغد، شنو هي الفئه اللي تحتاج الى التغذيه العلاجيه اكثر شيء؟ يمكن هسه من طريقه السؤال ممكن نقول احنا الفئه الاكبر او اللي هم الكبار، لكن ممكن انت يكون عندك جواب مختلف. تمام. والله يعني حاليا زين كل الناس محتاجه التغذيه العلاجيه. لانه التغذيه العلاجيه اكو فد يعني فد مقوله دائما نقولها انه اي نوع يعني اكل تاكله او تشربه ممكن يبعد المرض خطوه او يقرب المرض خطوه. فالتغذيه العلاجيه هي وقائيه وعلاجيه في ان واحد. فلو انت تريد تحافظ على جسمك، تحافظ على صحه اعضاء جسمك وسيستم مال جسمك، لازم تلتزم بالتغذيه العلاجيه. وبالمقابل اذا لو عندك لا سامح الله مرض او بدايه مرض ممكن نعالجه بالاغذيه. ممتاز. زين رغد، خلينا نحكي شوي اكثر عن التغذيه العلاجيه، شنو من شنو يتكون او شنو اقسامه؟ مثلا امور ممكن تكون رئيسيه، امور ثانويه، ممكن كسبلمنتس، احكي لنا بشكل عام شنو المكونات. التغذيه العلاجيه تفرق عن التغذيه العاديه انه نظام التغذيه العلاجيه مخصص يعني ديزايند لهذا الشخص، مصمم تصميما لهذا الشخص، اعتمادا على التاريخ المرضي، العمر، الوزن، طبيعه الاكل، يعني انا من ضمن الاسسمنت مالي او تقييم هذا الشخص انه دائما اساله شنو تاكل؟ احكي لي شنو تاكل خلال يومك، حتى انا اقدر اقيم طبيعة أكله، ممكن شنو ممكن يصير عنده هاي الأعراض ليش تصير. الفانكشنال فود اللي هي الأغذية السوبر والوظيفية، أكو داخل أكلنا اللي هو الأنبروسيست، يعني المو مصنع، يعني ما نروح على مثلا الدهون الأساسية، خلينا نقول الدهون الصحية الأساسية زيت زيتون، ما نروح على المواد المصنعة من زيت الزيتون. تمام. الأساسية دائما نحكي بالتغذية العلاجية عن مواد أساسية الرو أو المواد اللي هي
شنو نقول اللي يعني المواد الأولية. أولية. الأغذية الأولية. تمام، هي هاي من أهم الأشياء اللي ندخلها ضمن نظامنا بالتغذية العلاجية. الديزاين الشخص، كل شخص يعني مو مثل ما إنه أنا أطبع جدول وزع على الكل. لا، هاي صار ممكن تنزيل وزن شوية، نصعد وزن شوية، نزل وزن، هاي ممكن ترهم عندنا. بس لما نقول تغذية علاجية clinical nutrition أو هي medical nutritional therapy، اعتبروها therapy مو treatment، هذه تفرق. تفرق حسب الشخص وحالته وشنو اللي يحتاجه. بالضبط. حلو، ممتاز، جميل. زين، همين إذا طلبنا منك يا رغد إنه بنظام اللي أنت تنطيه لأغلب الأشخاص اللي يطلبون هذا النظام، خلينا نقول الطبي أو العلاجي، شنو هي ثلاث أطعمة أساسية ممكن أنت تذكريها بالبداية وتنصحين بها؟ تمام، يعني غالبا لازم يكون الجدول شامل، يعني ما يصير نروح إكستريم نترك فد شيء معين ونلزم فد شيء معين. شامل، اللي هي البروتينات، الكربوهيدرات والدهون، لكن انواع هاي البروتينات والكربوهيدرات والدهون وكميتها، نرجع على كميتها مصدرها او هي مصدرها. يعني مثلا البروتينات دائما نعتمد اني على بروتينات حيوانيه، تمام، لمثلا الناس اللي هم عندهم سكري، اما الناس اللي عندهم مرض كلى لا، نقول لهم روحوا على بروتينات نباتيه. فما اقدر اقول لك بالضبط شنو هي هاي، تبعا لمرض الشخص او تبعا لطبيعه او مرض الشخص. بالضبط. البيشنت. اوكي، تمام. زين، انت ذكرت انه لازم نعرف الهيستوري، ايضا الباك جراوند المريض وشنو ممكن يعاني. شنو ايضا الامور الاساسيه ممكن الشخص اللي يريد يبدا بالتغذيه العلاجيه لازم يعرفها او يسال عنها؟ تمام، اهم شيء ينطي للخبير التغذيه او يعني خبير التغذيه العلاجيه الاعراض. حتى من الاعراض يعني طبعا من البدايه هو تشخيص الطبيب، يعني الطبيب شخص انه هذا الشخص مصاب بالسكري، يجي للمريض للتغذيه العلاجيه انه شلون راح ننسق السكري، نحاول انه الاكل، نوعيه الاكل، ينطينا الاعراض، ينطينا طبعا اللاب تيست كلش مهمه بالنسبه مثلا فحوصات الدم، فحوصات يحتاج نسوي فحوصات طبعا بالتاكيد نحتاج، لانه احيانا نوصل مرحله انه نريد نشوف مثلا السكري هل هو دا يرتفع دا ينزل، بالاضافه الى الاعراض. فاكيد اللاب تيست كلش مهمه وضروريه. حلو. زين، يعني احكي لنا همنا رغد بالعياده، انت يمكن اكو هواي اشخاص يجون يسالون يقولوا لك مثلا احنا بدنا ناكل هاي الاغذيه وبدنا نلتزم بها، لكن مدى يكون اكو نتيجه سريعه او مدى نحس اكو فالتغيير صار مباشره؟ بالضبط. هل التناول او خلينا نقول الالتزام بهذا النمط الغذائي ينطي نتيجه فوريه او لازم ينتظرون، او اكو مثلا شغلات ثانيه مرافقه لهذا العلاج؟ كلمه العلاج تحسسنا انه هو فتره معينه. بالضبط. تمام، بس اكو شيء اسمه لايف ستايل همينه، فشلون لازم يكون فتره معينه واكلات محدده. لا، يعني مثلا انا دائما انصح بالبقوليات، البقوليات زينه لجماعه مرضى السكري، ممكن تخلي لي سكري دم بنسبه معينه، بس بتيجي بالمقابل جماعه اللي هم مثلا السيلياك ديزيز او القولون العصبي، انا ما اقدر اقول له روح اكل البقوليات. فاذا نرجع على الديزاين لكل شخص معين تبعا لحالته. الالتزام بفتره معينه، مثلا الفيجان دايت او مثلا الفيجيتيريان، الناس معتمدين على بس النباتات، النظام الغذائي النباتي. زين، هذا اوكي ممكن يمشي ويا ناس وينطيهم طاقه وباور والامور اوكي، بس ناس اخرين عندهم ارتشاح امعائي او مثلا هذا اللي هو امعائهم بها مشكله بالامتصاص، ما راح يفيدهم او ممكن راح يزيد وزنهم. فاذا نرجع الى انه هو يعني تقييم ومراجعه التقييم، يعني دائما اكو مثلا كل شهر، كل شهرين، كل ستة اشهر نرجع نراجع اخصائي التغذيه العلاجيه حتى نقيم النظام اللي انطانا اياه. بس ماكو فتره محدده، يعني انت تقولي مثلا بعد سنه راح يكون اكو نتائج، هاي تعتمد على الشخص. طبعا تعتمد على الشخص وحده المرض، اذا بدنا نعالج فد مرض معين، اما اذا وقائيا فاكيد راح يمكن من يعني احيانا تغيير كلش بسيط بمواعيد الاغذيه، مواعيد السناكات او الوجبات. يعني بعد 3-4 أيام تشوف اني مرتاح، امعائي مرتاحه، عندي طاقه، اكو فد باور، ممكن الاكني اختفت من الوجه، تبدي شوي شوي البشره تتحسن. فيعني تبعا لكل واحد وشلون ماخذ هذا النظام. زين رغد، خلينا نحكي على هالمره الابرز، خلينا نقول الانظمه الغذائيه او طرق الغذاء المتبعه بهذا التغذيه الغذائيه. مثلا اكو اطعمه تكون ممكن طريه او مثلا سوائل او ممكن عن طريق الوريد، احكي لنا شنو ممكن يكون. تمام، الفانكشنال ميديسن، اكو يعني علم، حتى احيانا هوايه نشوف مثلا بلوجرز او يعني انفلونسر مثلا بامريكا باوروبا هم اطباء يعني خريجين طب، بس راحوا باتجاه انه نعالج بالتغذيه. صح، فهوايه يعني مواد خلينا نقول اساسيه اسينشال موجوده داخل الاغذيه، دا يصنعوها بطريقه كسبلمنت او طريقه فارماسيوتيكال صيدلانيه، ممكن ناخذها مثل تقولين وريدي او ناخذها
كسبلمنت، بس هي مأخوذة من الفود، فانكشنال فود يسموها، الأكلات الوظيفية اللي بالضبط تروح تارجت على فلان انزيم معين، على فلان هرمون معين تساعد لي مثل المغذي يعني هيك تكون. اكو مرات ياخذون اي مثل المغذي مثلا فيتامينز كل فتره وفتره، هذا الشيء تنصحين نرجع على السبلمنت. احنا دائما نقول احنا لو عندنا فعلا نقص حاد نحتاج هذا السبلمنت طبعا تحت امر الطبيب، لكن لما نبقى دائما جسم معتمد على السبلمنت انا ضد هذا الشيء، لانه يصير الجسم اكو مثلا اعتماد خلاص يصير يكسل فما يروح يدور وين هذا مثلا الفيتامين او المينرال الموجود يدور عليه بالاكل، لا يعتمد على بس السبلمنت. حلو. واكو هم هنا سامع شغله ما اعرف اذا صحيحه، مثلا يقولون اكلوا الاغذيه اللي تشبه اعضاء الجسم، مثلا الجوز مثلا يشبه البرين او الدماغ، يعني ممكن زين هذا، هل هذا الشيء صحيح؟ ممكن والله يعني نوعا ما لا، بس يعني لا يعني ماكو شيء انا هواي يعني اشوف واقرا هاي او البينز للكليه مثلا سامع هواي يعني تمام تمام، او مثلا الافوكادو لجماعه الاوفيريان المبايض بالضبط، فاكيد هو ما بمضره مهما كان الاكل، يعني مهما نروح ايش قد ما ناكل من الاكل الطبيعي اكيد هو ما به مضره مثل ما نروح للادويه والسايد افكت تبع الادويه. حلو ممتاز. زين نصيحه انت للمتابعين والمشاهدين واللي ممكن ما متبعين هذا النظام او يمكن نظامهم صحي لكن ما مفكرين من اكو نظام غذائي علاجي، شنو نصيحتك لهم وشنو توصياتك من الناس؟ اي مرض غير انتقالي يعني غير معدي هو له بروتوكول معين بتغذيه علاجيه، فأي فرد بالعائلة أو يعني أي مشاهد يشوفني هو مصاب أو عنده هاي الأشياء يروح باتجاه التغذية، لأنه راح تكون كلش مساعدة للأدوية اللي يأخذها، بالإضافة إلى تغذية يعني تغيير اللايف ستايل كلش يأثر على هاي الأمراض وعلاج هاي الأمراض. موضوع كلش مهم طبعا حكينا به اليوم بشكل مختصر، ولكن استفدنا أكيد من المعلومات، نتمنى المشاهدين أكيد استفادوا. وشكرا لك رغد الجومرد نورتينا. شكرا لك رغد. شكرا. إذا المشاهدين نذكركم بسؤالنا التفاعلي، ما أجمل طريقة لتقديم الهدايا ومفاجأة من تحب؟ خلنا نقرأ مزيد من تعليقاتكم الموجودة على الإنستغرام. شنو عندك تعليقات؟ أحمد يقول أنا دائما أفضل أسلم الهدايا وأفتحها قدامهم حتى إذا الهدية مو حلوة ينحرجون. ليش؟ بس هم راح يرجعوها. لا طبعا اكيد. مروه تقول اني كلش اهتم بالهدايا وكلش اخذ وقتي حتى اختار الهديه المميزه للاشخاص المميزين. حلو. بعد خلينا نقرا تعليق. عندك بعد تعليق؟ اوكي. احمد يقول اني ما تهمني مادي يعني قصدي قيمه الهديه، ولكن اهم شيء عندي قيمتها المعنويه. حلو حلو. اهم شيء بالهديه ممكن تدري زين فعلا انت تكون تسوي مفاجات بسيطه وكانه تاخذ شخص الى مثلا مغامره او تفاجئ بشيء، ممكن هو كوبون يكون فتشينو رحله الى مكان بالضبط، او هديه هذا لحاله ممكن تكون هديه. الوقت ايضا تهدي شخص وقتك وتفاجئ بهالامور فهي هديه. اذا مشاهدينا ويا هاي التعليقات راح نروح وياكم الى تقريرنا، راح ننتقل وياكم الى مدينه البصره اللي اقيم فيها مؤخرا المعرض السنوي لجمعيه التشكيليين العراقيين في البصره، واللي شارك بها نخبه كبيره من الفنانين اللي قدموا لوحات مميزه من المدارس الفنيه المنوعه وباعمار مختلفه، فخلونا نروح الى البصره ونشوف هذا التقرير سوا. المعرض السنوي لجمعية التشكيلي العراقيين في البصرة، هذا المعرض هو جميل طبعا لأن اليوم نشوف أكو تنوع بالمدارس الفنية، لوحات مختلفة، مدارس مختلفة، فنانين مختلفين، لكن أجمل ما بالمعرض اليوم هو التنوع، تنوع الجمهور اللي حضر هذا المعرض. أنا لطالما يعني واظبت وأواظب على التواجد في هكذا محافل ثقافية وفنية، وفي السنوات السابقة كنت ألاحظ دائما الجمهور والحضور
الحضور من شريحة واحدة من جيل واحد، نفس الوجوه نشوفها بكل المعارض، لكن اليوم من الجميل أنه نشوف أكو أشخاص من مختلف الشرائح ومن مختلف الأجيال. سعيدة أنه أشوف اليوم أكو جيل صغير، جيل جديد جايين ومتواجدين بالجمعية، وكثير من العوامل طبعا أدت إلى هذه النتيجة، لكن النتيجة مهمة وحلوة، وأعتقد أنها أثر كبير في تطوير المشهد الفني والثقافي في مدينة البصرة. تنوعت الأعمال وخصوصا بهذا المكان الأثري الجميل اللي هو في منطقة البصرة القديمة. استمتعنا طبعا بوجود هذه الأعمال وأيضا بوجود مجموعة من الشباب اللي نتأمل بهم خير طبعا، وبالنسبة للرواد اللي أيضا هم مشاركين تنوع، مثل ما قلنا كان أكو تنوع في اللوحات، بالإضافة إلى كان أكو تطعيم جدا جميل من ناحية المنحوتات اللي ضمنت يعني بيها لمسات فنية جميلة. هذا المعرض يأتي خطوة مكملة للنشاط الذي للفنانين جميعا. قد يكون هناك أسماء جديدة تضاف إلى مجموعة الفنانين المتمرسين، أسماء جديدة تضيف بصمة أخرى تمثل الفن البصري، الفن التشكيلي البصري، وهذا هو قد يكون مستقبلا رافدا جيدا للحركة التشكيلية في العراق. معرض جميل واشتركوا به فنانين على مستوى المحافظة وكذلك على مستوى العراق، والمعرض يجمع نخبة جميلة وجيدة جدا من الأعمال الراقية اللي تنم عن إحساس لكل فنان قدم عمل. والجمعية حقيقة مشكورة أن تقيم هذا المعرض السنوي لين فترة وفترة لفنانين البصرة. التجمع اللي نشهده سنويا في جمعية الفنانين التشكيليين هو شيء مفرح، يعني انه نلتقي كل عام مع هذا الكم من الفنانين في نتاجاتهم وعروضهم. اولا يعني جمعية التشكيليين الفنانين التشكيليين في البصرة فضاء مهم جدا، لأنها يعني قادرة على أن تستقطب الفنانين المهتمين بالفن فعلا، يعني واللي يعني يهمهم أنه يعرضون تجاربهم الأخيرة على متذوقي الفن والجمال. المعرض السنوي لجمعية الفنانين التشكيليين الذي هي تعتبر مركز للإبداع للفنانين التشكيليين البصريين، تعددت الأساليب بالحقيقة ضمن المدارس للفن التشكيلي بين الواقعية والكلاسيكية والانطباعية، إضافة للفن التجريدي والتجريدي التعبيري. فبالحقيقة يوجد تفاوت بين فنان وآخر، كل من حسب خبرته وحسب إمكانيته. الأعمال كانت جميلة جدا وجيدة، لأنه الجمعية دائما تتابع الفنانين التشكيليين بين حين وآخر. هذا المعرض السنوي طبعا يعد ليس بس على نطاق البصرة وإنما على نطاق العراق بل حتى الوطن العربي.
إذا مشاهدينا رجعناكم بعد ما شفنا هذا التقرير المميز من مدينة البصرة. دائما نشوف بشكل مستمر يعني مو بشكل سنوي خلينا نقول هيك أحداث وتجمعات مميزة يتم احتضانها من مختلف المحافظات العراقية، وهالمرة مدينة البصرة كانت مغربة عليها. دائما نشوف بها هيك فعاليات والناس محبة لهيك تجمعات، واليوم شفنا تجمع حلو انه مو بس مرتكز على الأعمار الكبيرة كون هذا الفن التشكيلي هم مو فن سهل، وشفنا لوحات مميزة من مختلف المدارس الفنية ولأعمار ايضا الجيل الجديد. زين طبعا احنا التشكيليين العراقيين يحتاجون دائما انه نسلط الضوء عليهم على اعمالهم، لانه جت فتره كان اكو نقص بالتغطيه الاعلاميه المسلطه على اعمالهم، فمهم جدا انه اليوم نهتم بهذا الفن ونهتم بفن الجميل اللي يقدمه. فعلا زين. وهسه رح ننتقل الى فقره الاخبار المنوره، رح نبدي اول اخبارنا من ايطاليا. تحتضن ايطاليا اصغر مطعم في العالم، ويعد هذا المطعم وجهه مثاليه للاحتفاء بالمناسبات الخاصه واللقاءات المميزه، يفتح ابوابه على مدار العام كامل لتناول طعام الغذاء وايضا العشاء. ويقدم هذا المطعم تجربة طعام فاخرة، إذ تبلغ تكلفة الوجبة لشخصين أكثر من 500 يورو، ويمتاز المطعم بإطلالة على الفيلا الرومانية قديمة. ويتضمن مادة أو خلينا نقول مائدة وحيدة مصممة بشكل أنيق لشخصين فقط، يتم حجزها قبل 10 أيام من الموعد المحدد، ثم يتم تأكيد الحجز مرة أخرى عبر الهاتف يكون قبل ساعات. والمطعم إلى قواعد جداً صارمة ما عدا هذا اللي ذكرناه، إذ لا يسمح للزوار الدخول كما يحلو لهم لإلقاء نظرة في الداخل قبل إجراء الحجز، وأيضاً لا يمكن إلغاء الوجبة في اللحظة الأخيرة، كما يجب على الضيوف الوصول في الوقت المحدد اللي تم اتفاق عليه مسبقاً. لأن هذا مطعم يجي إلى قوانين صارمة. ها؟ جميل جداً. بس بدنا نشوف هسه صور من احنا طبعا لو كنا هناك على ارض الواقع ممنوع ندخل ونشوفه الا نحجز، فاحنا سالنا فرصه نشوفه عن طريق الصور. بس مميز، تجربه لطيفه خصوصا المنظر حلو والاكل حلو. ممكن بس 500 يورو ها؟ هي يعني لعشاق التجارب والاستكشافات هذا، وممكن تكون مفاجاه حلوه مننا مو على موضوع حلقتنا. اذا راح دزونا صور حتى نشوف المكان. اذا مشاهدينا، وهي انتقال الى خبرنا المنوع التالي لحلقه هذا الصباح، حيث احتفلت أحدى قرى الريف الإسباني بحدث لم يقع منذ عام 1993، مثل ولادة أول طفلة في القرية، حيث تعد هذه القرية اللي يعيش بها 60 شخص جزء من منطقة أراغون الإسبانية، ولا يوجد بها أي شخص تحت سن 15 سنة. وبحسب الإحصائيات الوطنية، ولادة طفلة ليري بعث فرحة كبيرة لسكان هذه القرية وما راح ينسوها. وبهاي المناسبة السعيدة قرر عمدة القرية مشاركة هذا الخبر مع العالم كله، كون أن الحدث منتظر من زمان وهو عنوان الأساسي ورئيسي للصحف الإسبانية، وصار ترند على صعيد العالم كله لأنه الخبر كلش غريب. ويمكن لي حدث أكو أشخاص ما يتخيلون شلون أكو مكان ما بأطفال، صح هذا المكان ما كان بأطفال من عام 1993. يا ترى زين يعني هم ممنوع عندهم الارتباط والزواج لو شلون؟ اخاف كلهم كهنة ويعني عندهم متدينين كلهم رهبان. لا هي اعتقد هي قرية ريف، ما طول هي ريف يمكن ما يعيشون بها السكان او الكبار بالعمر يعيشون بها. لو ما بها نساء لو ما بها رجال كلهم متدينين يعني ما نعرف. إذا خبر أكيد مميز، ومبروك عليهم هذه الطفلة الوحيدة بهاي القرية، أكيد راح يكون قرة عينهم وقرة عين إسبانيا وهاي القرية الجميلة بهاي الولادة. فعلا زين. إذا ذكركم سؤالنا التفاعل لآخر مرة، ما أجمل طريقة لتقديم الهدايا ومفاجأة من تحب؟ خلينا نشوف آخر التعليقات. حسن يقول أنا لا أحب أودي هدايا ولا أستقبل هدايا، هذا أحسن حالة خاصة هنا. زين قافل على مود لا يضطر هو يهدي وهاي. زين خلينا نشوف أيضا بعض التعليقات. كلش أحب أنطي هدية حتى لو بدون مناسبة، خصوصا من أشوف شيء حلو أتذكره به. حلو هاي المناسبة فعلا، يعني هي إحنا نخلق المناسبات. صحيح. ممكن صورة نشوفها مميزة وكلش حلوة، ورح نعرف إذا إحنا رح نهديها بطريقة ممكن نطبعها بإطار أو نشوفها للشخص رح يتفاجأ بها، فحتكون فعلا هدية أكيد مميزة. إذا مشاهدينا بهذه التعليقات وبهاي الأخبار المنوعة وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم باكر بنفس الموعد. باي باي.